رويو تصدر تاليا وكلكيت اكتيفيتيت كي تحفوتو هركا كلك ميسم كلك ميتالم دشني شعيه وزوزه لجند النعيمه بوثرو بعراق وبسوريا ومن يتكي قوم بفي الحنانو هن اشو توسد كمينا كمينا لي اوثروي دلتحومي اسيري روتان جرينسر وقعدني اقعدوا عمينا كيت ميا قرتو دونا بيترا شاهين اتكت يحدو ما هادو مي دسعتو محكي ولا كمينا لك بشينو دونا تودي غلمه تودي دعتيتو شينو دونا ما حكيت لنا ونق على ترمي ثاثي كل حسينك 800 قدشناني هركي قي والمان كتلان تري علي موثو مي موشو توسو دا سيريو تان جرانسر اوثرو دلت حومي معدل تري يومي يومي داروتو نحوتن العرق نحتي الواثرو طامو اثيلان زوزي من فوروم سيد كتي اورجانيسا خون مسويد كسمي معدرونوثو كمعاوني هنكس اشو توسد دي مع درونوسو انا قاثي لانزو زمنية سيمينا بروجكت ترميوثو تامو حيرينا من كيت من كلوزا مي وعامي ذا نوخا انا قا اثي لان مفليك بولوغ وزن زويدو حمش شوعي كيلوي قمان حتي نعمينا بزويدو هاني تقر نحتي يعني قمان حتي عمية يقرز زيودو حمش شوعي وهو الخني هاني دشنو مبيث توصو من مطار خايو انا قا مفتكر لان بزبنو كاريو من كيبان سيمنا من كيبان مبلينا عمينا مفتكر لان عدو قدوث وعيدو عيدو زعورويو كيت غلبة نعيمة طامو هاني فايت عليك مو عيدي لاتنا بو بيتثي مفتكر لان من كيبان دوبينا ني مفصوحي تشيك على عيدانو سولان على فيسبوك علي دا فيذن سملان ان ساملينغ معلم لان خدك حوزيتو تشتعني دا ناعمه نالار راكي خباسيمه وهاني ما نحتنا عميك دوبنا لنا ناعمه طامو غير مو خسته كالن كوكسوي كرتات كثنا عيدو بريخو ميري كريسمس وانا عيمه تركه ما حيسيكم كمعوني كمعضري أنا عيمة طامة هانو غرب السماء ذي شافي رويو ود ما حيصير روحي إنو كيت نشك مفتاكر أبي قايت لان ستدشنا معدرانوثو مي ميقودو داسيريس كا اف اف هو لان ماتش تريور هو لان كمو دشنا ست ميقودو ما نحتينا نعمينا لطامو وك مي ميقودو سويلي تدحمر بي اف اي اف سي هانكست هو لان ماتش تريور اثيلا من شركه اسمها هامبل براش تان بوشتر فرقونا دار شونيك فرقونا دار شونيك ما نحتينا نها نستعمينا وهانو مدت كتلان قعدو غير مو خاسته كتلان ترميو سيدان دعي ذو خد كل نقا دوبينا دشنا لنا عيمة بعراق وبسوريا الدشناني يعني هو خزوزة قد منحتي عمية السنة علي موثد قد نحتي لو هانم شادري لن هش مماقم شادر لن أزوز الطامو وطامو مشقل دشنا دعي ذو لنا عيمة وكموازعنا طامو هم بسوريا سو بعراق سي علي موثو قنحتي اترب نوث قنحتي قنحتي العراق والسوريا ولا بس بعراق بس العراق نحتي بس العراق مي طامو قد مي شادري لسوريا لا هانك مد روحيا ام شادري لانستي هاثي ترمي ثاثي هاوي خوك مو يوم مشاري خون ايبا وكلان اديوم السنه كل محسين اركي كل زينه هيش كيش كل كوثي نشق امطي الشعية هاني موبيتون لنا النعيمه تصوبي موريو موتون كله ودون طوي وبلكي سنه قاري وضعري لبوتثي هاثي لتيو ترميثو قاميتو كتخون ترميو ثحرين السنه بس اني احارو يمس مخون ترميوثو بحالي تاثي مشاضلا زوزة معلمة وهركة اي مدرسة دقيقة لف سكولا كنت يبصر رتالية انا عيمة زبانة و قوديس و ازوزة دعابرة هو لاني وهاني انا قم شادرين لان سوريا وشقيل لان كثوة قانية مسائل دي مدرشتو لنا عيمة سوريا على بشافيرو من كي ترميوثي عدو قل عيني خون عدو قد سيميتو لان بثر ما ترمي ثاثي بثر ما عيدو ريشاتو غير ما ترميوثي دو عيدو دمحكي لي علي لدوشنا دانا عيمة كتلان او مدسين بروخيكت هاني هاوي لان تقريبا شاتو فالقك سيمينا لبو عراق كيتو باسو بور باقريا وثي بوراق بو شلو دنينوي وطامو برمو دكتورة
كي تعمى درموني وكسيمو فحصان نوشي هو خايفو ومنوشي دوب على درمونو دوب على درمونو وكسيمينا نكونترول لأنو كي تغلبهش لاتني بابو تاسي ولاتني قاريوة على ريبث كريه وخا هاو هيش كمالخيتو بترمي ثاثي الترمي الثاني دخون كلنا كدعينا هركي انه هاتو قعوديتو علي قعوديتو علي حتى عم خدمه مرلخ بشورويو عم شوتو سويدو يكيتو هركي السنه وكدخون ان تي كونتو يلي كوبي تخلونو لانه شيء انه هاتو الزوزاني كله في الحنان كله كزي بدكثو ولق مصرف فرنك ميني غير بدكثو لازم دو ايبه ميدانو ما طيتو اللي في الحون وغلب شاريرو انه شيء حزل خن حزيتو غلب شافرتو هاتو مكطلبيتو معامو لجن مكمل عم يخون طلبينا غير مزوزة الزوزة غالبا مهمنا بس طلبينا خد أديوم الدوسن ودمع ضريلان بومثيثة مشجعيلان دوسن معونيلان بكثوتو بكنشيدان دوسن مالي مي أعمينا عودينا بكونتاكتر عمو أسرو كيت غالبا غير مزوزة دكلوزة ملاني وكبعينا منا عيمة للرابع دوسن ما قد قدري مع دريلان احنا غالبا ممنون داوينا هادو ميدون عم يخن بس يعوثي وهو خمدوني كمان قلزم خون ميدانو هاتو من يونخن بلكي قرويتو لعصرو يمكن من يونو هي قلزم خون هيش نوينو شو قلزم كنت في الحونو اذا اثن قروي ايسع تو ميد خصوصيو حد دو بيسع تو هانو واش مات مقرر ميدانو حد لازم حعود بوشو توسو حدو ذا على المنيو بس حالك لازم دو بيسعتو حتى دمعادر كي تغلب منينا لتنا بيسعتو وكم كمعادري بشكل رابو يعني ابنو ثيد قنحتي يقعدو بيسعتو ولا لو لو لتنا بيسعتو يعني حدو بعلي بحكي بدوث معادر لن دارينا لان لعلي موث قد نحتي مش غيران علي قد فيشي طامو مقايس ايه ما قد داري تقريبا شبثك فيشي وبيوماني تولك نشي عما شو توسد كم عدرينا نطامو وتقعودينا عمية وشو توسي حاثستي وقبر مهنك ستعلو مدسين بروخيكت حوزن ايدر بكفويت ايترمي ثاثي دا دارموني ودا اسيه وهنك ستكدوبن ادوشنا لنا عيمة سو كنت بروجرام غلبة غلبة مليو يول شبثو هاتو كل غوديتو على شو ولانو اكيد على النعيمة طامو تشعي بامو من اي هاني يلي كزون قابي هن يلي مقلون يلي متوفقي مش الودنين ومدكو ثاني بيدا تثخن وشو ولت كدعيتو بأس ولت كدخون مقايس فايش لان نوشي طامو من نعيمة هيش اي كانوا يثدث هيش بهيش كارفانتني هيش بقايسني من يوناثي كدخون هو خمدوني كتلة يفهمون بس بشرول لك كذا على قعدوا عليه بيدم لخيو بس كذعينا زدمة مع ثي ألفو مين قد بدل داعش بيش تدات ري ألفو أربعة كذعينا هو مع ثي ألفو مو عميدا نافقي ما بوتاثي كيتهن من داعيري كيتهن من فايشي بعراق أزن سوريا وداعيري العراق يعني مبدلي خليطي غلبة وكيتهن من أزن تركيا عاصم طامو كيتهن من خد كذعيتو آثن لركي بس لك ذانو ومن يونا حارو يوعدو تودي إيه الغلبة دونا بيترا عد كتو خامينا ودموضع الأخلان إذا كتل خبرو حارو يوماري تودي غلبة داثيتو وتكم مشجعيتو لان تودي Gränser har en gosedjurinsamling och vi har med oss Nohadra Hedo och Romjana Birasha. Hur känns det tjejer att ni kommer ta er till Irak för att hjälpa barnen där borta? Jag tror att vi båda känner att det är väldigt spännande. Vi har jobbat för de här frågorna eller om de här frågorna väldigt länge och för vårt folk. Och vi båda åker ner för första gången ner till hemlandet och träffar de personerna som vi jobbar så hårt för.
och jag tror att jag känner mig väldigt glad, lite nervös. Det är en helt ny plats och miljö, men det är vi, jag tror att jag är lite bortskämd. Men jag tror jag kommer lära mig väldigt mycket, och det här är också ett väldigt positivt sätt för vår organisation att växa framöver. Hur känns det för dig, Nadra? Jag kan hålla med Romjan om allt hon sa. Och vi har även försökt förbereda oss så pass mycket vi kan. Bland annat har vi varit på en säkerhetskurs i Forum Syd, både jag och Romjana. Det var väldigt givande och det är mycket att tänka på. Allt från till exempel att de flesta olyckor som sker där nere är på grund av trafiken. Så det är sånt som man kanske inte tänker så mycket på när man åker utomlands. Så det är många komponenter som vi får räkna med och vi får vara försiktiga. Men det bästa med det hela är nog att vi faktiskt får se hemlandet och att vi får hjälpa folket så gott vi kan. Hjälpa dem att kunna hjälpa sig själva bland annat. Vi vill jobba med empowerment, självmakt. Och det är det som egentligen är syftet med hela resan och inte att man alltid ska behöva vara där. För vi åker ju tillbaka sen till Sverige och det är ju de som bor kvar där. Det låter riktigt underbart, tjejer. Är ni nervösa? Är ni stressade? Är ni lite rädda? För det är inte så konstigt om ni skulle vara det heller med tanke på hur situationen är där just nu. Jag tror jag är mer nervös. Jag har varit lite stressad, men allt börjar falla. Och det snart, vi åker ju om 2 dagar, så jag tror inte jag har tid längre att vara stressad. Men jag har nog Hadra som stöd. Och det känns väldigt tryggt på det sättet. Och min pappa följer med också som våran vakt. Men det är också positivt. Hur känns det för dig, Nadra? Ja, men jag tror inte heller att man har hunnit tänka så mycket. Och det var väldigt osäkert på hur vi ska berätta om resan innan resan och så. Men det kommer nog gå bra. Och vi hoppas att ni alla vill följa våran resa och att ni gärna följer Assyrians Without Borders på Facebook. Vi har även Twitter och Instagram. Vi kommer uppdatera så mycket vi kan redan på plats. Så får vi se om det blir andra sändningar och så vidare. Hur tror ni att den här resan påverkar själva Assyrier Utan Gränser? Alltså själva namnet. Hur stort kommer det vara sen efter den här resan för er och för alla andra som kommer känna till det här namnet ännu mer för den här insamlingen som ni gör? Det är ju självklart ett ansvar när man som en svensk organisation åker till en annan plats. Irak är ju en av våra fokusländer, så som Syrien är, Libanon är och Turkiet är. Så att det är ju självklart ett ansvar, men som sagt så växer ju vår organisation ständigt redan idag, även om vi inte har åkt till Irak. Men det här kommer ju hjälpa oss också att utöka vår verksamhet i form av projekt till exempel. Och som du hade också berättat så kommer framtida projekt efter den här förstudien förhoppningsvis i alla fall handla om kommer vara mänskliga rättighetsbaserade. Så det kommer inte vara någon form av byggnationsprojekt eller så. Som en andra sa så handlar det om att öka självmakt och se till att de kan stanna hemma där de vill vara. Det som är underbart nu Hadra är att ni gör det här som 2 volontärer. Och det händer ju inte så ofta att man ser 2 unga assyriska tjejer ta sig till vårt land som just nu befinner sig i en jättesvår situation. Så jag kan tänka mig att det är riktigt jobbigt. Som sagt, hur tror du det här påverkar Assyrier Utan Gränser allmänt i själva namnet? Alltså det är upp till oss också hur vi vill marknadsföra det här när vi kommer tillbaka. För det riktiga jobbet är ju när vi väl kommer tillbaka, både för mig, Romjana och hela organisationen. Och sen så tror jag att det absolut påverkar givarna. Att vara på plats gör att vi blir mer legitima. Trots att vi har ett 90-konto så vill människor se att volontärer är på plats, att vi följer upp våra tidigare projekt, att vi kan vara de som faktiskt visar hur man tillfört arbete genom Assyrier Utan Gränser. Så jag hoppas verkligen att det gör att folk litar mer på Assyrier Utan Gränser och att de känner att deras pengar gör en skillnad. För det här gör vi ju för givarna. Utan dem och våra medlemmar så skulle inte det här vara möjligt. Ska vi säga, det är inte liksom bara gosedjur som kommer hjälpa barnen där borta i Irak när ni åker. Ni har även ett swishnummer. Kan ni den utan till så kan ni jättegärna säga det. 123-900-1215. Ja, vad grymt. Tjejer, vi får önska er en trevlig resa. Ta hand om er och ni får hälsa folket där borta. Hoppas ni kan ta hand om barnen. Och